ونتحول إلى المتحف المصري الكبير، حيث قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير بالكامل في عام 2022، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، كما سيتم نقل 54 قطعة أثرية له قبل شهر يوليو 2020. أضاف أيضا وزير الآثار في تصريح خلال مراسم استقبال العجلة الحربية السادسة للملك توت عنخ آمون أنه سيتم عرض الكنوز والمقتنيات الفريدة للملك توت عنخ آمون لأول مرة كاملة بطريقة جديدة وجذابة عند الافتتاح الجزئي للمتحف نهاية العام الحالي. ده على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لآثار توت عنخ آمون اللي فيه باحثين من أكبر الباحثين من 8 دول. افتتحنا المؤتمر النهاردة، ثم دلوقتي هنعمل حاجة مهمة جدا قدام وكالات الأنباء الأجنبية، هنروح بيهم دلوقتي نعمل تور في المتحف المصري الكبير عشان نطمنهم إن الحريق زي ما قلنا لم يؤثر على المتحف وإن المتحف آمن. هنلاقي النهاردة في أكتر من 3000 عامل بيشتغلوا داخل المتحف المصري الكبير، بنؤكد للجميع إن المتحف آمن. النهارده شفتوا الطريقه اللي اتنقلت بيها العجله الحربيه، هي رساله، وزي ما قلت في الكلمه الصبح في المؤتمر ان احنا المتحف المصري الكبير هي هديه من مصر للانسانيه بنقدمها. هيبقى واحد من اكبر متاحف العالم. بشكر معالي المحافظ على دعمه الشديد والتنسيق، بشكر القوات المسلحه على الطريقه اللائقه جدا اللي اتنقلت بيها العجله الحربيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا احنا ملتزمين بالتوقيتات اللي اعلناها للمتحف المصري الكبير. دكتور خالد، رمزيه البدء بمعروضات توت عنخ آمون تحديدا في الافتتاح الجزئي للمتحف ان شاء الله هو افتتاح مرحله. المتحف ضخم جدا، المتحف المساحه اللي هتتفتح عشان نطمن الراي العام هي افتتاح مرحله، ولكن المرحله دي فوق ال 20,000 متر مربع. المتحف المصري بالتحرير مساحته 10,000 متر مربع، يعني بنطمنكم هي حاجه ضخمه جدا، هيضم اكثر من 5,000 قطعه لاثار الملك توت عنخ آمون، عشرات القطع الضخمه اللي موجوده في البهو العظيم، في 2 جم منهم خلاص اللي هي تمثال رمسيس اللي حضراتكم كلكم غطيتوه في حدث عالمي يوم 25 يناير الماضي، ثم عمود الملك ميرن بتاح، وجاري دلوقتي نقل 43 قطعه ضخمه اخرى. فان شاء الله باذن الله المتحف ده يبهر. بنطمن الناس ان المرحله الاولى هي مرحله هتكون مرحله لائقه جدا. الحدث ان شاء الله النهارده العجله الحربيه هي العجله السادسه الاخيره. حضراتكم تخيلوا ان شاء الله هنعمل ايه لما نيجي ننقل قناع توت عنخ آمون، لما يجي ننقل تابوت توت عنخ آمون. احنا عايزين نقل كل قطعة من دول يكون حدث فريد العالم كله يتابعه.